حصل أيها الرفاق، وعندما كنت أتجول في هذا المكان فقد وجدت هذا الصغير البيزنطي الذي قام بسرقة لقب كي يباهي للناس أنه أنا، وفي الواقع والحقيقة ليس أنا إطلاقا. لقد ألقيت القبض عليك أيها الحرمي. أما رسالتي إليك فأعتقد أنك لم تستمع إلى ذلك الذي قال 15 رجلا ماتوا من أجل الصندوق. يجب عليك الآن أن تذهب بعيدا وأن تخبر الناس أنه ليس أنا. تستمر الحياة، تستمر الحياة. حصل أيها الرفاق، في الوقت الحاضر يجب علينا أن نعلم أن الإنسان لابد أن تكون لديه الإرادة في كل شيء، وأن تكون إرادته أيضا قوية في ذلك. فالإنسان الذي لا تكون إرادته قوية، فقد قال فيه أبي القاسم: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فلنجعل هذه الأمة تكون إرادتها قوية، فالإرادة هي سلاح الإنسان. تستمر الحياة، تستمر الحياة. أنا اليوم دخلت الملعب مع صديقي ولقيت اثنين ذولي، كل واحد فيهم قال يا سيلفر نبي ننزل معك مقطع، وأنا والله ما راح أرد لهم طلب أبدا. يلا يا فارس، إيش تبغى تقول؟ أنا أحبك موت يا سيلفر. بعد رأسي والله. وأنت يا ناصرة إيش تبغى تقول؟ أبغى تشجع نادي الشباب. فريق الشباب. عندما نقول أن الحياة تستمر لا تتوقف أبدا، فإن فريق الشباب فريق الأجيال القادمة، وفاء لمحبيه. حسنا، يأتون الفتيات دائما والشبان أيضا من معهد الفرابي بحثا عن طعم القهوة الحقيقي الذي يتناوله أنا الآن. ألا تعلمون؟ ألا تعلمون أن طعم هذه القهوة يكون لذيذا؟ أقسم بآية الله أنها لذيذة بشكل لا يتصوره العقل. علي الحرم أنها مجنونة، وطعمها لذيذ. تستمر الحياة، ونبحث عن طعم القهوة الحقيقي. حصلا، السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير جميعا. قد تعلمون اليوم أن أجواء مدينة الرياض تمتاز بالغيوم والسحب المتفرقة، إلا أنني أنا أول شاب سعودي في مدينة الرياض سقطت عليه قطرة مطر. حسنا، قد دخلت التاريخ الآن من أوسع أبوابه. إذن أول شاب سعودي سقطت عليه قطرة من المطر يمتاز في هذا المكان. تستمر الحياة، تستمر الحياة. ومن نطفة مطر إلى أمطار غزيلة. حسنا، المرور. والله من القفطات، والله من المخالفات. كما أكرهكم عندما تبدون دائما بالشوارع تبقون الأوراق الصفراء علينا كأنكم ترقموننا. حسنا، يأتون الفتيات دائما والشبان أيضا من معهد الفرابي بحثا عن طعم القهوة الحقيقي الذي يتناوله أنا الآن. ألا تعلمون أن طعم هذه القهوة يكون لذيذا؟ أقسم بآية الله أنها لذيذة بشكل لا يتصوره العقل. علي الحرم أنها مجنونة، وطعمها لذيذ. تستمر الحياة، ونبحث عن طعم القهوة الحقيقي. حصل أيها الرفاق، وكما عودناكم دائما وكما قلنا دائما عندما نقول تستمر الحياة فالحياة تستمر إلى أن أتت بنا إلى هذا المكان، فإن اليوم هذا هو اختبار نهائي كي أكون مذيعا مدبلجا لأحد القنوات، أما أكون راسبا في ذلك. لكن نسأل الله العلي العظيم أن ننتصر على هؤلاء وأن ننجح بهذا الاختبار. ادعو الله، ادعو الله يا رفاق ننجح. تستمر الحياة، تستمر الحياة. سيلفر.com. اختارك الجهاز لتحصل على جائزة سيارة BMW 2013. لاختيار لونك المفضل اضغط الرقم 1. لاختيار اللون الأبيض اضغط الرقم 1. لاختيار اللون الأسود اضغط الرقم 2. لاختيار لون البيزنطي اضغط الرقم 3.
لاختيار لون الأخضر بضغط الرقم 4. ليش تأخذ 4؟ ما أخذ 4 كذاب. حصلا لوجين تتكلم عن الحجاب. اسمعي بنت الجزيرة موطت درب الأدناس، سترها من ربها ما شالت أحجابها. بنت الجزيرة ما طقت الكاس بالكاس ولا سامرت منه تطاير شرفها. لوجين تبين الكلام اللي يوجع بالأضراس، بنت الجزيرة هي اللي مرضيت ربها تسبيل الحياة أيها الصاروخ الصغير البرتقالي.